طيب معايا عبر الهاتف الان دكتور فرج عمدي الاسماعيلي، نسمع رايه ايضا. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. كريم بيه، انا سعيد بكلامك الاخير. اشكرك يا فندم. واشكرك عليه وربنا يوفقنا. اعتقد ان امرهم شورى بينهم دي معموله لكل الناس على اختلاف اشكالاتهم يعني. صحيح. فانا سعيد بالطرح الاخير بدون تمييز. انا ضد طبعا، او احنا يعني تناقشنا كمجلس اداره بخصوص موضوع الطرح اللي عملته لجنه الانديه ديت. اعتقد ان هو بدون الرجوع للانديه ككل ومناقشتهم، لانه هتطلع امور كتيره ممكن تعدل في اللي بيتقال ده. اما ان انت تنزل عليا قانون مش لاول مره بتفكر انت حضرتك، وانت معلش انا مش عايز اقول الكلام، لكن انا طبيعتي كده، انا هقول الحقيقه خلاص. اتفضل. انه مش معقول ان انا تطرح عليا قانون عايز تنفذه مره واحده بدون الرجوع للمعطيات بتاعت كل نادي على حده، وبدون مناقشات مفتوحه. صح. بسيطه. صح. نعرض فيها وجهات نظرنا. انا معاك، احنا النادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره، ولكن احيانا بنمر بظروف، ظروف ماليه، ظروف زي ما حضراتكم عارفين طبعا. لكن ارجوكم دخلونا في المناقشات، يعني معلش ما تفرضش عليا قانون يعني وتطبقه. وبالمناسبه دكتور فرج، بصراحه يعني وانا اتفق معاك جدا، هو انت كمان مش محتاج تتراجع او تقول رجاء، يعني هو في النهايه انتوا الانديه المصريه وكله، اسماعيلي واهلي وزمالك، وحتى دي الانديه الكبيره التاريخيه، وهناك انديه اخرى كثيره، كل دول ليهم حقوق قدم بيلعبوا في المسابقه، من حقهم على الاقل ان هم يطرحوا وجهه نظرهم ورايهم ومشاكلهم لو ده حصل، عشان كمان كلنا مع بعض ندور على حلول. هو بالظبط، احنا هدفنا رفع مستوى الكره المصريه، وهدفنا ان الدوري يخلص في مواعيد محدده، وده كلام سليم، لكن مش بالطريقه ديت، ممكن تكون مجحفه للكثير من الانديه. وطبعا لا يخفى على الناس او على كل المسؤولين الاوضاع الماليه لكل الانديه. صحيح. ايا كان بقى، نادي غني، نادي فقير، نادي ظروفه ماشيه كويس. طب دكتور فرج، انا ممكن معلش عشان توضح كمان للساده المشاهدين وجماهير الكره المصريه، ايه المشاكل اللي ممكن تواجه نادي زي الاسماعيلي لو حصل تقليص في عدد المباريات في الدوري بنظام جديد الموسم اللي جاي؟ ايه هي مثلا المشكله رقم واحد. اولا انت عايز تختصر عدد المباريات. المشكله رقم واحد ان انا كنادي مش هقدر اعوض لو كانت عندي اي ظروف في مستوى الفريق عندي. لظروف مثلا اصابات، لظروف ان انا ما توفقتش في ان انا يكون مثلا مستوى اللعيبه يعني لينافس بشكل كويس، لا لظرف من الظروف، لان اخترت مثلا مدرب بصرف النظر على الوضع الحالي للنادي الاسماعيلي، انا بتكلم في العموم، انه اخترت مدرب غير مقبول او ما توفقش معايا، فضيع مثلا 5 6 مباريات ورحت في داهيه، فما تدتنيش فرصه ان انا اعوض، ما فيش فرصه. لكن لو احنا قعدنا، انا مش عارف صاحب الطرح او النموذج الجديد اللي هم عايزين يعملوا بيه مسابقه الدوري بعد كده، معلش ناقشنا يا اخي، خد رايي، ممكن تستفيد من راي واحد، ممكن اصغر منك اكبر منك، فكر معانا. لا وممكن يبقى الطرح عظيم يا دكتور فرج، بس نسمعه الاول ونتناقش فيه، انا معاك جدا. بالظبط كده، نتناقش فيه واحنا مع يعني مش كلام منزل من السماء، لا ده اراء فرديه افراد، فانت واحنا افراد زيك، خد راينا وهتلاقي ان احنا الافضل لينا ككل. اولا انظمه الدوريات في العالم كلها اعتقد هو النظام المعروف اللي احنا شغالين بيه حاليا. انا فاهم يا دكتور فرج، بس لو رابطه الانديه بتفكر في نظام استثنائي في موسم يعني استثنائي، هي رابطه الانديه، معلش مع احترامي ليهم كلهم برئاسه سياده النائب احمد دياب، لكن انا عايز اقول لحضرتك، اتفضل، معلش انت فضل. كلامك مش جاي من السماء. انت ده اراء، انت قاعد في مكتب او قاعد مع مجموعه وبتخترع، لكن احنا ناقشنا عشان تسمع راي اخر. امرهم شورى بينهم 100%، وامرهم شورى بينهم. ده اللي انا عايز اوصله كواحد من مجلس اداره الاسماعيلي. تعالى يا دكتور فرج، تعالى نتفق على حاجه مهمه جدا، انه اكيد رابطه الانديه وهي بتفكر، هي بتفكر لصالح الكره المصريه، وانت كنادي اسماعيلي يهمك مصلحه الكره المصريه. لا وانا بفكر والله. ايوه انا فاهم. لا انا فاهم. انا لا اجادلك في ده.
انا اقصد ان احنا كلنا بنفكر في مصلحه الكره المصريه من فوق بالضبط. بس مهم جدا ان مصلحه الانديه كمان لا تتضرر، يعني لازم كلنا نشتغل في منظومه كامله يعني. بالضبط كده صحيح. وبعدين لازم كلنا يعني نقتله بحثا، مش مجرد قوانين كده اتحطت تعالى ننفذ. مفهوم. انت لا انت ممكن بكره تلاقي حاجات تطلع كتير احنا لسه ما درسناش الموضوع. لما نطرحها على مائده البحث هيطلع علينا حاجات كتيره. ارجوك يعني يا استاذ كريم، او يعني لا يعني يا ريت ناخد التوجه ان هو مناقشه الموضوع ده. لا مفيش خلاف. عمل غرف او لقاءات، احنا مستعدين نطلع نتفق في النادي الاسماعيلي على اختيار شكل معين، ونبعت مندوبنا او اثنين من مندوبنا يقعدوا مع الرابطه ويتكلموا مع كل الانديه، كل واحد يطرح رايه. صحيح. ونستقر على راي جديد او راي كويس يخدم الكره المصريه اللي هي هدفنا. صحيح. مستوى الفريق المنتخب الوطني وارتفاع مستواه ده هدفنا رقم واحد. صحيح. ده اللي بقى اقصده كلام دكتور فرج عمران نائب رئيس النادي الاسماعيلي. انا بشكرك شكرا جزيلا.